أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم؟ الذين ليس لهم عهد، مشركون الذين ليس لهم عهد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الأمر بالجهاد أمره الله بالوفاء بالعهود، بالوفاء بالعهود، فإذا انتهت العهود فإنه يقاتلهم. أعلن ذلك لهم: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. أعطاهم الله مهلة 4 أشهر ينظمون أمورهم ويدبرون أحوالهم. ما باغتهم الرسول بإلغاء العهد، بل أمره الله أن يعطيهم فسحة. فهذا في الكفار غير المعاهدين يقاتلون. فاقتلوا المشركين، يعني غير المعاهدين. نعم.